السلام عليكم ladies and gentlemen, فهد سان in the house, ونكمل المسيرة. إذا أنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس. ladies and gentlemen, خلينا نجرب كمان ساعة من لعبة Alan Wake 2. في نفس الوقت طبعا هذه حتذكرني شوية بسايلنت هيل كفايب, كعالم, كغموض, كأشياء غريبة قاعدة تصير في المدينة. بس قبل ما نبدأ نبغى نذكر نفسنا إيش اللي صار في الحلقة الأولى, لأنه الأحداث كانت كثيرة جدا. في نفس الوقت طبعا لازم تفهم الجزء الأول, وأنا شرحت الجزء الأول في الحلقة الأولى من Alan Wake 2. فاللي ما شافها روح شوفها واعمل لنفسك كده أبديت. الحلقة موجودة في القناة. في الحلقة الأولى زي ما شفتوا كان في رجال متعري طالع من شاطئ من بحيرة اسمها جولدرين. فهذا الرجال طالع وبتجيله فلاشات لآلان ويك كده كأنه I don't know, وحش ولا حاجة. Anyways. وهو رايح طبعا يمسكوه مجموعة جروب ناس لابسين أقنعة غزال, يمسكوا هذا الرجال يربطوه في طاولة وبعدين يقطعوا قلبه ويحطوها في الطاولة ويعملوا فيه طقوس دينية وأشياء غريبة كده. بعدين يكونوا فيه اثنين مارين يكشفوهم وبعدين تخبص الشغلة هذه بالكامل. وبعدين احنا نجي يستدعونا للمدينة هذه. البحيرة موجودة في برايت فولز, اوكي؟ برايت فولز هي مدينة ولا بلدة موجودة في العالم اللي احنا فيه هذا. نروح لهناك حتى نتحرى جريمة القتل ومين هذا الشخص وكيف انقتل وش الطقوس اللي كانت صايرة عليه وليش شايلين قلبه وحاطينه جنب جسمه. وفيلم طويل جدا. طبعا احنا بنلعب بالبنت هذه اللي اسمها ساغا وهذا شريكنا طبعا اللي اسمه أليكس. نتحرى الموضوع نروح للمدينة طبعا في برايت فولز, نروح لمحل كافيه نقابل واحدة اسمها روز اللي تدعي انها تعرف ساغا وتعرف بنتها اللي حتموت غرقا. بنتها is fine. بنتها ولا ولدها انا ماني مرة متذكر صراحة, هم fine ما عندهم اي مشكلة. وفي نفس الوقت طبعا ساغا اول مرة تكون موجودة في برايت فولز, فكيف روز تعرفها؟ فصار في غموض كثير جدا. نعم, تبى تفاصيل اكثر روح شوف الحلقه اللي راحت. ولكن اهم شيء طبعا في الحلقه الاولى انه الشخص هذاك اللي كان متعري طلع واحد برضه يشتغل في الاف بي اي وهو نفس الشخص اللي كان يبغى يقتل آلان ويك في الجزء الاول وله اسبابه طبعا. اجان شرحت كل شيء في الحلقه الاولى. جابوا جثته لهنا للمشرحه دي, ده اسمها مشرحه, وعلى اساس تحرر جسمه. فيقوم الشيء هذا من الطاوله ذي ويهجم علينا ويهرب من المكان. فعلى ما اعتقد احنا لازم نلحقه ونشوف وين رايح ذا الشيء. الان احنا حنكمل هنا, معليش على الملخص السريع ده. ان فاكت انا حتى نسيت اشياء كثيرة والاعدادات وكذا. طيب حنروح نتكلم, انا مشغل برنامج هو اللي قاعد يعطيني ازرة البلاي ستيشن, ولا في البي سي ما في هذا الزر الا بالبرنامج. فاحنا we were attacked by a dead man, انهجم علينا من واحد ميت, فكيف هذا الموضوع صاير؟ اوكي, there is no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. أشياء خارجة عن الطبيعة طبعاً obviously, فمش منطقي واحد ميت يصحى وما عارف إيش وش اللي صاير في المدينة. في نفس الوقت صح في حاجة وإحنا بنحر يعني نتحرر المدينة. Break a drought one before he disappeared. حلو, هذه الأوراق اللي هي الصفحات اللي تتنبأ المستقبل. فهي لقيت هذه الصفحة من كتابات آلان ويك, وكل ما نشوف الصفحة بتتقرب صوته, فاللي يقروها والتفاصيل اللي موجودة بتتنبأ المستقبل. فهذا الشيء هم لسه مو مستوعبينه. فأعتقد هذا الموضوع راح يوديهم انه اوكي خلينا ندور على آلان ويك. يب يب, بس خلينا نتكلم معاه الحين ده نشوف ناخذ معلومات منه اكثر ايش اللي صار للشرف. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. Okay. Is this the work of the cult? هل هذا شغل الناس اللي هم او صح اللي كانوا ماسكين الجثة, ناس طائفة عبدة الشجرة على ما اعتقد اسمهم The Cult of the Tree. فهذيل الناس هل هم ورا ذا الموضوع؟ هل هم شامين شيء ولا شاربين حاجة او انهم هلوسين؟ ايش اللي صار؟ مو فاهمين هم اي شيء الى الان. هي The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. ممكن قاعدين يعملوا طقوس حتى يخلقوا هذيل الوحوش. حلو, طلع obviously نقدر نروح ونتحقق من ذا الموضوع, بس خلينا ناخذ الصفحه الحين. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Interesting. هذا الحدث already صار معانا, فكيف هو يعني الأوراق دي يعني إما تتكلم عن شيء في الماضي أو تتنبأ شيء راح يصير. Yeah. هذه المقالة. Yes. Interesting. Follow you into the darkness. طبعا خلينا نرجع. Okay.
هذه الصفحات اللي احنا بنلاقيها اللي اسمها المانوسكريبت يا اللي كل مره بنحصلها وكذا لانه فتح او في عندنا جول واحد اللي هو ايش الجول فيجر اوت وير نايتنجيل وينت اوكي الجثه وين راحت اسمه نايتنجيل اللي هو كان شرطي سابق قلنا الشيء ده يعني اوكي طيب عندنا كيس يا الله قد الامور تسهل لما يكون بزر البلاي ستيشن اوكي هنا طبعا باللون حلو خلينا نشوف ايش هذا وات ايوه كمل طيب ما هو انا لاني ناس الازره عارفين كيف فور ليتر فور ليتر طبعا هذا هو victim of the cult killing became a monster طبعا هذا اللي قتلوه وشالوا قلبه زي ما انتم شايفين كيف منحوت يعني طيب نبغى نحطه وين هذا انا مش عارف والله وين نحطه who is involved cult goal اوكي عند الكالت حلو اوكي الان انفتحت اوكي طبعا هذا هدف اللي هم الطائفه اللي هم عبدة الشجره خلينا نسميهم الان هذا هو الفيكتيم حقنا الضحيه وبعدين عندنا كالت اللي هو ريتشوال وات از ات ايش الطقوس حقتهم احنا نبغى نفهم ايش بالضبط اوكي خلينا نشوف الصور اوكي مكتوب فيكتيمز باري جسم الضحيه organs covered in writing page found inside the chest اوكي ولقينا احنا برضو صفحه موجوده داخل جسم الجثه ف انت لو شرطي بتتحقق ذا الموضوع فالموضوع is like it's weird كيف واحد وكيف تحطت الورقه و it's weird بس يبدو لانه هم شالوا القلب وبعدين حطوا الورقه جوا اللي هم الشباب اللي عاملين كل الطقوس هذه so I'm assuming انها تكون هنا مظبوط صح خلينا اقرا المعلومات اللي تتحط هذا اللي المفروض انا اسويه I wouldn't believe it if I hadn't seen it with my own eyes need to dig into this there must be an explanation okay ما حد حيصدق يعني لو حكيت احد وقلت له هذا اللي صار ما حد حيصدق فهم شافوا الشيء ذا بعينهم فالموضوع ده يعتبر غريب جدا وبعدين هنا يا ابني text مكتوبه text tattoo on the victims manuscript page found inside writing has some significance here okay لقيوا طبعا obviously الصفحات اللي داخل جسمه والان هنا مكتوب a page was placed inside okay هنا اللي كانت في صدره I'm assuming حتكون هنا برضه A page where his heart should be, text tattooed on his missing heart can be a coincidence. طبعاً برضو لقيوا لقيوا الورقة وبرضو في قلبه في نقوش كده tattoo. It's really weird. طب Nightingale was the only victim to become a monster. Okay. عندهم هم مجموعة ضحايا هو الضحية الوحيدة اللي صارت وحش. Okay. فهذه ممكن نحطها هنا مكان الجول. لا دقيقة وين. لحظة هذه حتتحط وين؟ نوب the cult okay مزبوط his murder matched the other victims why didn't they become monsters too okay لقيوا أشياء شبيهة مع الضحايا الثانيين بس ليش الضحايا الثانيين ما صاروا وحوش يا وبعدين عندنا Casey the cult of the tree is performing ritual to create monster the cult of the tree is performing ritual to create monster okay الجول حقهم yes right. آسف هدفهم انه يعملوا الطقوس فما احنا عارفين ليش بيسووها I don't have an explanation ما عندي شرط for this how are they doing this what the hell is going on here okay كيف بيحولوا الوحوش ما عارفين الكلام ده بعدين عندنا previous murders okay ما اعرف هم ايش يبغون نسوي case closed okay احنا قفلنا الكيس هنا the cult of the trees behind these murders this case just became much more complicated تعقد الموضوع I need to start a new file But it's my first cult case. Exciting. متحمسة هذه. طيب. Cases. Right. Okay. So. باقي هذه لسه ما سويناها. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. اتخلق هذا الوحش وما يواجهه الا اللايت اوكي الاضاءه فمكتوب نايتنجيل اتاكت اس ا كوربس اتاكت اس اي يوزد هيز سنسيتيفيتي تو لايت تو فايت هيم اوف بس هي جات اواي اي نيد تو هانت هيم داون اند فيجر اوت وات ذا هيل از جوين اون اعتقد هنبدا سيناريو ذا اوفرلاب اوف ذيس بيجز ارنت ميكينج سنس حلو
According to the page, it sounds like Nightingale went back to Golden Lake and he is a Taken. طبعا هنا ما هم عارفين اللغة المستخدمة. Taken اللي هم اللي تحولوا أو اللي يسيطر عليهم الظلام. Yeah? وبعدين هنا the overlap is da-da-da. Okay. طيب. أعتقد أنه خلاص ما عندنا data تانية. Okay. حلو. خلينا نتكلم الآن. The page places Nightingale back at Golden Lake. Calls him a Taken. We need to head over there. Stop him. Before anyone else gets hurt. Okay. حلو. الآن حنرجع للبحيرة تاني مرة. Track Nightingale. Okay. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two have to leave here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. حلو. كده حط لي شو ابغى اعرف انا. اوكي. مبنى الشرطة اللي حسنوا فيه المكان بالكامل يا ولد. انا بس قاعد الف اشوف اذا في ايتمز ولا حاجة. يو هاوز ات جوين؟ My client has been held here long enough. Are you going to let me speak to them or not? أكيد شكلها بتتكلم مع النوع. Do this, Walter. Huh? My wits end with you. I want out. Something bad's going down. I can feel it. Okay. هذا أنا متأكد حتكون معانا قصة معه. وهذا اللي إحنا إلى الآن مو قادرين نشوفه ما أعرف وش على هناك دائما. Do you think I can throw you in jail every other day? Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Okay. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. حلو. يحتاجوا دعم عسكري يعني إنه ما يكونوا لحالهم لأن الموضوع خطير. The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. لسه مو متأكدين من موضوع الصفحات وكذا. وين راح ذا؟ يلا. Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. To travel between locations. Ready to go? Waiting on you. Okay. احنا نقدر نستخدم السيارة قال لك. حلو. Okay, quick. Nice. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold Case Casey. Murder case, Casey. Sorry. Ha ha. The same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. Okay. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. Okay. After that case, I started looking into Wake's disappearance. Okay. هم كانوا بس بيعملوا زي الطقوس. كويس. Pause. Pause team in the house, let me know in the comments. هو اسمه Alex Casey, شخصية كتبها Alan Wake. ما أعرف هل هو محقق أو شيء زي كده, لكن قصة وهو بيكتب جرائم. فالمعتقد أنه هذيل اللي بيعملوا الطقوس أنه بيعملوا كل هذا القتل حتى بطريقة ما يرجعوا Alan Wake من عالم الظلم. أوكي؟ On the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. Yeah. I just wanted you to have all the facts.
Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. هو ما قال لها أصلاً ليش جابها في القرية هنا ولا في البلدة؟ لأنه آلان ويك له علاقة في اللي صاير هذا كله. أوكي. يعني خلصنا احنا التشابتر اللي قبله دحين احنا ذا هارت says nightingales in something called an overlap. Okay. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for nightingale where he was killed. حلو حنروح للمكان اللي انقتل هو فيه. خلينا نشوف الخريطة ونفهم احنا وين بالضبط. اوكي عندنا ثلاث اهداف. واحد track nightingale at golden golden lake. اوكي ندور عليه في البحيرة وبعدين نتبع خطواته بالضبط ونشوف look around the crime scene. اوكي نشوف obviously انا ابغى ادور اشوف المكان يعني فمو بس انه بروح. pages knows what will happen because they're behind this or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic to see the clues to solve the case. حلو عالم غريب قواعد غريبة أشياء مو طبيعية يعني باختصار. I've been thinking more about the cult of the tree. Okay. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? Okay. مين هذيلا؟ خلينا نعرف. هل هم authorized أن يكونوا موجودين هنا؟ لأن المحل المكان أصلاً مقفل ممنوع دخول أي أحد هنا. يعني. Hello, Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. Ilmo. And yes, Stephen here hired me to show you through the woods. He's in town on important government business, fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, man. I'm authorized. FBC. To be oh, okay. I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? تعرف عن الجريمة؟ How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. Okay. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of. If you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World Amusement Park. There's sauna, sauna da vista. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. For the moment. لينا نشوف إذا في شيء هنا. What is this? طيب خلينا نقرا بس وافهم زبدة الكلام ده اللي هنا. اوكي في احد تلاعب في الاسلاك وكذا باختصار يعني ف في احد سوى شيء في ذي الاجهزة هسه طولنا هنا. Let's get to the murder site, Casey. يلا. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like okay. Oh. No sign of Nightingale, but the page did place him at Cauldron Lake in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. حلو. طيب هنتفقد المكان. أنا بس منبهر من المنظر جميل جدا. We've seen this symbol before. Okay. Good eye. من العلامة هذه. بشوف إذا في علامات ثانية وممكن نروح نتحقق. طيب خلينا نشوف ايش ممكن نسوي بالعلامة. ليه ما بتجري جوا في المكان؟ حلو الكيس. حلو حنروح لهذا الكيس
حلو لحظة إيش كان مكتوب فيها triangle carving on the table where Nightingale أوكي ممكن هنا لا هنا نوسع الصورة ممكن على فوق cult psychology maybe cult symbols آسف yep مفروض تكون هناك yes some kind of signature that they intend for this body to be discovered or just an idol carving okay ما اعتقد في شيء ثاني yep حلو هنشوف اذا في item ثانيه هنا bare feet nightingale I'll see where these footprints lead can you comb through the crime scene one more time KC just in case on it If anything comes up, I'll radio you. Okay, طيب خلينا مرة طالما إنه جتنا هنروح للليك مظبوط هنا a footprint leading into the forest. Okay, اللي علامات طبعة الرجل فهذه أعتقد حنحطها وين بالضبط؟ طيب ممكن توخر. Where did he go? Okay. حلو. These footprints weren't here before. Nightingale came this way. Okay, هذه الطبعة ما كانت موجودة فمعناها هو رجع لنفس المكان. Obviously, زي ما سمعنا Nightingale بيقول إنه ما حد مسموح يجي في البحيرة فالبحيرة يمكن مكان special ولا شيء. فدحين خليني بس أعرف وين المفروض أروح. Okay, let's see. الله يهين. أنا already سامع ميوزك يا رجل شكلها البحيرة هذه قصدهم آسف مش هنا مع أن هذه كلها البحيرة The tracks lead into the water. مفروض أمشي على التراك يا ولد I can feel something Oh my goodness. طيب طلع لنا حاجة إيش طلع لنا؟ Profiling. حلو هندخل تاني مرة نشخص حاله. عنده هنا Nightingale. ال overlap. Okay. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop. Caldera Street Station. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. الشجر اللي تربط العالم ده بالعالم الظلام. Okay. Which is Ladle? حلو طلع لنا شيء تاني. مظبوط كذا كأننا اعتقد ربطنا الموضوع. لحظة. Let's see the case. طلع لنا الشيء ده اللي هو المفروض حتحط له وين؟ أول خلينا نقرأ إيش مكتوب فيها. Nightingale. Nightingale went through the tree into some other place. حلو. هذا معناها وين راح يعني. Okay. مظبوط. The tree could mean witch's ladle. That is its threshold too. Or the overlap. Basically, من خلال الشجرة ممكن يوصلوا للعالم الآخر. حلو. فI think إنه نبغى نعرف طيب أي شجرة بيتكلم عنها. حلو. أنا ممكن أتعالج ولا كيف يعني؟ Handgun, pistol, painkiller. What? R2. حلو. طيب. لأن نحاسب إنه حيكون في مقلب. حلو. طيب خليني بس أعمل لها equipments. يعني أنا أقدر already. وين المفروض أروح؟ يعني نكمل البحيرة. الله ياخذهم بالفجعة هذه الله ياخذهم هذه الويتشر ليدل اسم منطقة هذه اوكي حلو اوكي هذه أسطورة عرفت في ذا المكان بيتكلموا على وحدة اتهمها المسؤول هنا والشرف حق المدينة اشياء ما صارت له بسببها لانه هي ساحرة او حاجة سماها ويتش وبعدين اخذوها وغرق خلوها تغرق في البحيرة هذه وبعدين رجعت تاني عشان تنتقم واو الاخير اللي حاب يقرأ هذه هي. اوكي.
حلو حلو حلو. شوف مكان. اوكي يعني حلو. يعني المفروض احنا نروح للعلامات على كذا. Which is ladle. طيب. مع انه هذه العلامات مهمة على كذا. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. Hello, you can toggle flashlight boost to increase damage to darkness and burn through. Okay. Oh! My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. Ah, بالدائرة تشحن. Okay, okay. Hello. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead into the overlap. حلو حلو. لا نقصد الأوراق already متنبئة أحداث في المستقبل لأن الورقة already موجودة فهي قريت حاجة سوتها وسويناها إحنا يعني. اوكي طيب طلع لنا حاجه خلينا نشوف ايش اللي صار بالضبط. طيب Nightingale Trail led to another page. اوكي هنا معناها المكان موقع ايوه بالضبط. Which is laid all the doorway into the overlap. If so that's where I'll find Nightingale. اوكي ان الاوفرلاب انه في عالمين عالمنا ويوازيه العالم الاخر يا. طيب الحين الصفحات هذه وين المفروض تتحط؟ ايوه هنا. خلينا الحين نقرا. Light is the key. To stay safe. But for something more to be revealed as well. بدأت تعرف أكثر عن تأثير الإضاءة للظلام وكذا. I think this page is trying to tell me where to find the fuse. It must be somewhere near the witch's hut. Is this implying light can affect reality? Nightmare, no, 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 it's chased. Okay. Fine. I need to find the witch's hut. إيه بيقرا حاجة في المستقبل إيوه. Okay. معناها نبغى نشوف المكان ده اللي لازم نحتاج نروح له اللي أنا إلى الآن مو عارف وينه بالضبط. هذه معناها إن المكان مقفل. طيب معناها كيف حنروح كذا و أوكي حنروح لهناك. هذا هو الـ Witch's Hut. أوكي. Okay, I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. Oh boy. Here lived the witch of Golden Lake. Be aware, her spirit may still haunt this place. Okay, هنا الساحرة كانت هنا وروحها ممكن في ذا المكان فممكن يهجم علينا كذا. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. اوكي في صندوق فيوز فشكله برا فهي المفروض تعرف المكان وحتى لانه قريت الورقه ف اي ثينك انه الفيوز برا ايوه هذه بالضبط. الفيوز بوكس از ميسينج ا فيوز. اوكي اي نيد تو فايند وان تو تيرن اون ذا لايتس. حلو طيب وير ذا هيل نلاقي لنا فيوز؟ اها ممكن هنا. This fuse is busted. اخ ما ينفع. طيب لحظة هذه هنروح لوين يعني؟ اوكي كويس انه اشرت على هذا اساس ما نقعد نضيع الوقت. اوكي. Mitch told me today that her family's moving away. This sucks. I always do instead of just sitting around. اوكي هذا شكلها مذكرات واحد. حلو برضو ما Who's leaving these out here? This one looks good. People should really stop littering though. يقول لك وسخوا أم المكان فالحين نرجع نحط الفيوز ونشغله. ايوه ده انا عندي مشكله مع حفظ الاماكن. هنحط الفيوز. اوكي حلو. اوكي كذا المفروض اشتغلت. اوه نايس. نفس هذا.
خلوها حقت حفظ. اوكي نايس. حلو. وفي المانوسكريبت. حلو خلينا نقراها الحين. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. حلو اوكي حتاخذ القلب وحتقرا هذا زي اعتقد مو شعوذات زي بتقرا اللي مكتوب في القلب وبتحط القلب من فتحه والمفروض هو اللي يدخلنا للعالم الثاني فالحين هذا بيتنبأ شيء في المستقبل اي بليف حلو طيب احنا الان وهذا ملف ثاني يا ولد the page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual طقوس اوكي حلو طيب حتكون عندنا الصفحة هذه أي واحدة منهم التسمارة Nightingale's heart disappeared from the morgue بس ما احنا عارفين وين مكان القلب يا اوكي To get into the overlap I need to find Nightingale's heart Read the line imprinted on it plus the line on the page to the witch's ladle sign then push the heart through the hole in the sign طيب حلو هنا أعطاك الطريقة على أساس تدخل للأوفرلاب والعالم الثاني أوكي؟ هيحتاج القلب هتحتاج القلب وفي زي العلامة معها أوكي هيعطينا مكان القلب على ما أعتقد حلو Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. لسه ما عرفنا مكان القلب وين. طيب هنا حنشوف وين مكانه. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store. هروح للبقالة هناك. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store in a fridge. Okay. في الثلاجة. طيب الحين حنروح للجنرال ستور اوكي هناك في البقاله نقدر ايه طيب هذه حنحطها وين يعني اوكي I think I walked by an abandoned general store near the murder اوكي حلو I need to check the general store for the heart Casey I'm headed to the general store I think I know how to get into the overlap Roger that I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. حلو, طيب. الجنرال ستور مكانه وين بالضبط؟ اوكي حلو. نفس ما احنا حنمشي طولي يسار, هذا هو المحل. هذا المكان اللي انا كنت ساحب عليه. اوكي بس يبغى ندور على ثلاجه وهناك حنحصل القلب ليش حاسس انه حيكون في مقلب ولا في احد دقيقه بس بدور بشكل عام بشكل سريع يا الله toggle flashlight to burn through the darkness surrounding the enemy رهيبة يا اوكي like Nightingale صراحة نايس يعني مقارنة بكيف كانت الجزء الأول حبيت مرة سنابي الطلق لا أنا إيش قاعد أسوي حلو نايس إيش سويت أنا؟ check with the lady Fortuna at the counter. اوكي حنرجع لمكان الكاشير والمفروض هنا نحصل الرقم. خلينا نقرا الصفحات ونشوف ايش هذه بالضبط. كمان سكريبت. لا.
هنا مكان القلب. اوكي اوكي اوكي. طيب قبل ما ناخذ القلب خليني اجيب الرقم السري حق الشيء ده. اوه لانه كمان في سلاح. ويوانت. طيب هو قال لك في الكاشير المفروض. ايوه. اها. طيب don't forget update code. يعني هو ايش العبط هذا يعني هم اوكي اوكي هو في الورقة هنا. طيب يعني المفروض اكون ايش شايفها يعني. اعتقد حيكون 0112. اوكي انا بس ماشي بال او لا لانه ثلاث ارقام هنا ف نب حاطين اربع ارقام. طيب خلينا نشوف كيف ارجع تاني. This number matches the ones on the lottery ticket. Don't forget to update the code. Okay. Lotto Washington. A. وربي طول دحين فهمت كيش سوى هذا يا شيخ. Okay. So اللي سواه مرة طولت على فكرة. Okay. بس فهمتها. Okay. شوف الأرقام دي 7, 0, 5, 13, 17, 23. بس الأرقام كلها تبدأ بسبعة. وبعدين كاتب لك هنا اعمل لها ابديت. فاتضح انه هو شوف اخذها 7-5 اللي هو اول رقمين 0-5 7-13 7-17 7-17 7-23 7-23. معناها حيكون الرقم الجديد 7-3-9. واو يا واد هذا اختبار اي كيو. وي 3-9. يب that's it. يا الله والله طولت. حلو نايس. طيب you can quick slide it from inventory. اوكي خلينا نشوف وين ممكن نحطها. طيب نخليها على فوق. يلا على فوق افضل. اوكي طيب حلو. الان دحين خلينا ممتاز ناخذ القلب. ايوه اخيرا. The text on the heart is clearer now. Legible. حلو. The wave crashed on the far side of the mirror. اوكي الموجة انصدمت في اقصى جهة من المراية على ما اعتقد اذا هذا مكتوب او اقصى جهة بالمراية. طيب خلينا نشوف اذا احنا لقينا لنا حاجة. طيب words in the heart are legible now. اوكي الكلمات واضحة الحين اللي في القلب. Where is the heart and words on the heart? Okay. الكلمات اللي في القلب. Sounds literary. But what does it mean? بس ايش فعلا ايش معناها يا؟ ما احنا عارفين. It doesn't matter. في عندنا كمان صورة القلب كمان. Okay. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. لأنها قريت الصفحة. شافتها في حلم. اوكي طيب كذا همشي لقينا القلب الحين. اوكي heart was left in the refrigerator. طيب حلو where is the heart. اوكي مظبوط. found the heart in the fridge. just like the page said I would. حلو وفي نفس الوقت تقول انه هي شافت الامور دي في حلم يعني ف طيب الان حنرجع ثاني مره للبحيره. كيسي there are cultists in the area. they're taken like nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. حلو. طيب يلا دحين حنرجع للبحيرة. البحيرة ورايا كذا أقصى الشارع. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. هذه متحمسة. وي يقول القضية غريبة بس متحمس كمان. اوكي نروح من هنا. في كم واحد
L1 allows you to dodge enemy attacks. Okay. Oh! Okay, damn. Use painkiller. Allows it to heal. Head on. Nice. هنا ما تشحن اوتوماتيك لحال يعني ابو نفس الجزء الاول. اوكي يلا. هذا الويتش ساين. اوكي قصدهم هنا. طيب حلو حلو. اوكي هنا قصدهم. شوف خذ لك طلعت. اوكي يعني عند القصه تحط القلب. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the heart witch. Show me the terror. اوكي. سوت الطقوس وقالت الكلام. غريبة مو خايفة. تبغى تروح كمان يعني. اوكي. I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Casey, do you... Walla, good luck. Okay, Saga. Going in solo. Yeah, what? Good luck. Bagoo. Logan? Mom, help! Logan! Where are you? صوت خارج من هنا. Logan's back in Virginia. You're imagining things. طيب وين حنروح؟ أنا جيت من هنا. Game saved. What? لا بالعكس. Oh, Alan Wake. Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. Okay. The writer went into the lake, banished okay. the dark presence. Taken still lurked in the woods. The dark place receded. The current pulled back those with darkness inside, into the lake. Nightingale was there, one of them. The dark presence, Jagger had taken him. The witch had stolen his heart. They sank beneath the waves. The dark place, wandering in the shadows, muttering to themselves. It's dark. I'm lost. Where am I? Who am I? I can't remember. It's cold. Premium cabins for rent in Bright Falls. Who said that? Can you hear me? I need help. Please, stop this. What did I do? You must dig it out. Hello. Why? When Hamburg. Wait.
احييها على الشجاعة صراحة. تروح لحالها كذا. شكلها حنواجه هناك نقير على كذا. الموسيقى تغيرت. Nightingale, get ready. لأن حنجلدك. Okay. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Okay. الله المكان. Show me the clicker. الكليكر اللي هي ألين استخدمها اللي تشغل النور وتطفيه. وبيها هزمنا الوحش حق الحلقة اللي راحت. Alright. مو الحلقة اللي راحت، الجزء اللي راح. Get away! Go. Huh? أهرب يعني؟ Okay. الله خش بس اطلق عليه. خش بس خش عليه. طيب كويس انه يعني كريمين بالرصاصات. طيب مكانه قالوا له انه شوف دحين شحن. ايوه الان يجي الجلد يا ولد. الحين يجي الجلد. شايفه انا. هذا هو. اخيرا انجلت. حسنوا نظام الطلق مره رهيب الطلق. ألين أخيرا. Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The dark presence. شوف مجروح. هذا ألين؟
Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face scratched! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must before. Easy now. First things first. What's your name? Alan Wake. My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? From the dark prison. You've been missing for 13 years. مختفي 13 سنة. 13. عموما اللي قالوا انه في شخص خرج وغير في القصة والان الوضع في خطر يا. End of chapter. Wow. That's very nice. Where did you go? All of a sudden, the radio stopped working, and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Optional. خذ السيارة لبرايت فولز. Am I still? Is this the dark place? لا خرجوا من الدارك بليس. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. المحقق اللي في كتبه نفس اسمه. Anyways, ladies and gentlemen, أي معلومات أو أشياء ممكن تكون راحت علينا اكتبوها دائما تحت في مكان التعليقات. أتمنى كانت الحلقة ممتعة. أنا فهد سام, أشوفكم إن شاء الله على خير. Peace out.